ما بين إخلاص والعمة شيماء أمل عرفة تبدع في موسم رمضان 2023. أمل عرفة واحدة من أبرز نجمات العالم العربي، نظراً لقدرتها الفائقة على تجسيد شخصيات مميزة ومتنوعة، ويشهد لها سجلها الحافل بأعمالها المميزة التي تنوعت ما بين اجتماعي وشامي وتاريخي وكوميدي. واعتاد الجمهور بأن يروا عرفة بأدوار متألقة كل موسم رمضاني، تطلت على جمهورها بهذا الموسم من خلال عدة أعمال، من بينها الموسم الثالث من حارة القبة، إزاء الجن، ومسلسل مر بالعز. ففي حارة القبة ظهرت بدور المرأة المستضعفة والتي تتعرض للظلم من قبل زوجها صياح الذي يجسد شخصيته الفنان عبد المنعم عماهري. وفي مسلسل إزاء الجن تؤدي شخصية شيماء السيدة الحنونة والمحبة للآخرين، وزوجة أبو نذير السابقة الذي يؤدي دوره الفنان أيمن زيدان، ويحدث بينهما خلاف بسبب ناجي الذي يؤدي دوره الفنان سعد مينا، ويعيش كلاهما حالة اشتياق للآخر إلى أن الكبرياء يقف عائقا بينهما. وفي مسلسل مر بالعز تظهر بدور ملكة، تلك الفتاة الطريفة والبسيطة والتي تتسبب بأذى كل من يحيط بها بدون قصد. ما هو رأيكم بالفنانة أمل عرفة؟ وما هو طريق أجابكم لها؟